الفوط مثلا اللي وانا صغير وامي تقعد تزعق لي الشماعات مثلا تقريبا انت لحد دلوقتي ولا ايه حصل؟ كاميرات، انا اول حاجه كاميرات. لا هفكر في حاجه بقى ما حدش بيفكر فيها خالص، مثلا الحمامات مثلا، اخبي حاجه في الحمام بتاع حاجه. انت داخل تسرق تخبي ايه؟ انت داخل تسرق المواسير مثلا بتاعت الميه، اعدي من جواها حاجه تطلع في الحوض مثلا تعمل قلق كده. لازم افكر في حاجه ما حدش فكر فيها قبل كده. سرقت ابويا مثلا اكيد. عارف اللي هو ايه، فلوس الدرس والحاجات دي والمحلات. لا لا ساعات ممكن باكو بسكوت وتجري. عارف حركه الشريره بتاعت الاوتيلات يعني من الاوبن بوفيه يعني. والفوط مثلا اللي وانا صغير وامي تقعد تزعق لي الشماعات مثلا تقريبا انت لحد دلوقتي ولا ايه حصل؟ ممكن يعني صح. انا حاسس ان هو يعني بنشن على حاجه وعايز يقول. هو الشبح شبح بصراحه. يعني هو مصطفى درويش في الحقيقه عنده حته في شخصيته شبح العالم ده، انا بشوفها. انا الكلام طريقه كلام زيزو وتفكير زيزو ساعات بستخدمها في حياتي، يعني اللي هو يعني ممكن اكون مثلا عايز اقول حكمه مثلا اقولها بطريقه زيزو، اللي هو انا زيزو الاشباح كلها تلاميذه، ممكن اهزر بالطريقه دي مع اصحابي يعني. اول حد هيعترف نجلاء طبعا، تاني حد هيعترف حماده، زينب. أربعة مثلا سباعي، خمسة عم سامح الضلالي، عمر لا ما يقولش ولا سكر. فتحي ممكن متعود على الحاجات دي ان هو اتحبس كتير قبل كده، فهو ممكن يسومهم على فلوس بقى وياخد منهم فلوس مكان الحبس. فتحي اي حاجة قصاد الفلوس هو شغال. هما بيغنوا لنا الاغنية يعني، كل ما حد يشوفنا بنبقى مليونير مليونير معدي مليونير مليونير، كله بينادينا بافراد العصابه، هم فاكريننا بجد. لا انا بيقولوا لي وديت الفلوس فين؟ كلنا مفيش حد ما سالنيش وديت الفلوس فين بقى. اصل بصي كان هم الليدر يعني، هم اللي كانوا بيفكروا، كان كل واحد فينا عنده حته كده. مستر عمر الفخامه هو الكاركتر بتاعته اصلا، ان هو جاي من باك جراوند متعلم واشتغل كتير. سكر الباك جراوند بتاعها ان هي بتنصب اصلا، والاثنين بينصبوا، فهم كانوا الليدر عشان هم اللي بيفكروا لنا، ولا واحد فينا ينفع. الناس خدوا كل شخصيه فينا عملوا لها لاين على السوشيال ميديا وبقوا يمسكوها يعملوا لها كوميكس. يعني هو مثلا كان عنده كلمه بتاعت اي ناي ناي واي شادي دي، احنا وقعنا في التصوير بنبقى خلاص احنا قلنا خلاص الكلمه دي هتترند. اليوم اللي بعده الحلقه بتتعرض بتاع نعرف. انا مثلا كزيزو اكتر حاجه حبيتها الناس عملوها، يعني اي حد عايز يعمل صايع بيحط كلام زيزو الطيار على الكوميكس، يقول له زيزو الطيار اللي جاي في اي حوار، ولو عايزني اتصل على 011 تصفار. قال هي متاخده وناس عايز تعمل صايع حاطينها عليها. في مشهد برضو اسر بيقول في المشهد ايه، ان احنا بكره هنتقابل، احنا بكره الساعه 9 الصبح، فهو مش فاكر ان احنا بنصور، فراح قال له ايه ده، هو احنا عندنا حاجه بكره؟ فهو ده بيتكلم على التصوير، ان احنا عندنا بكره اوردر تصوير، واسر بيصور المشهد، فاسر راح باصص له قال له مالكش دعوه. فدي على فكره دي كانت جامده جدا وعملت كوميكس رهيبه، وراحت كامله مثبتاها وثبتتها يعني. احنا كنا بره السين بس هي دخلتها جوه السين.